إذا كنت من المتابعين الجدد، اشترك الآن في القناة ليصلك الجديد بالضغط على الزر الأحمر أسفل القناة مع تفعيل الجرس، ولا تنسوا دعم المقطع بلايك. شكرا لكم جزيل الشكر. أكد اتحاد الكرة السوري أن المهاجم عمر غريبين سيغيب عن بطولة الصداقة الدولية، وقال الاتحاد في صفحته الرسمية على الفيسبوك أن اللاعب عمر خريبين سيغيب عن المشاركة بدورة الصداقة الدولية بسبب ظروف شخصية تخص تجديد الإقامة في السعودية. وأوضح الاتحاد أن الإدارة المنتخب بقيت على تواصل يومي مع عمر خريبين، ولكن عمر خريبين أخبر إدارة المنتخب أنه بحاجة إلى 4 أيام إضافية. وعلى الرغم أن مهاجم نادي بيراميدز المصري يستطيع اللعب في الإمارات يوم 26 من الشهر الحالي في أبو ظبي، إلا أن إدارة المنتخب رفضت ذلك وقررت لعب مباريات الثلاث باللاعبين الذين سيشاركون في الدورة. وأكدت إدارة المنتخب السوري في وقت سابق غياب الكابتن عمر السومة محترف أهلي جدة السعودي بسبب الإصابة. كان هذا أبرز خبر حول رد الاتحاد السوري لكرة القدم حول غياب الكابتن عمر خريبين. نتمنى كل التوفيق لمنتخبنا والتوفيق للكابتن عمر خريبين. شكرا. طبعا أصدقائي لا تنسونا من الاشتراك وتفعيل خيار الجرس حتى تبقوا على اطلاع دائم بالفيديوهات والأخبار والتصريحات اللي احنا عم نرفعها على القناة. قناتنا بتهتم بأخبار الكرة السورية وأخبار المحترفين السوريين. شكرا لكم.